راجل. فين الراجل اللي عندكم هنا؟ الراجل اللي عندكم ما عندناش هنا يا عم. الراجل اللي عندكم هنا ابو عيل صغير. الاشعار دي الاشعار دي يا حرمة. يا حرمة. ايه ده؟ انت عايز يا حرمة. ايه ده؟ انت قاعد مريح. الراجل ده والمر بيعمل فينا كده ليه؟ لا اله الا الله. سازها بيلا غلط. ايه ده؟ والمر بيعمل فينا كده ليه؟ لا اله الا الله. دخل عندك. الولد اللي كان هنا راح فين؟ يخصك؟ ايوه يخصني. ده ابني. ابنك؟ لا اله الا الله. في حاجه حصلت؟ لا بس كانوا هنا ونزلوا. راحوا فين؟ ما اعرفش والله. بس ايه؟ مرتضى بيه؟ محفوظ اخذ عربيه خليل سعد وراح بيها الضرب الاحمر. انا بستاذنك سيادتك اللي احنا كمان نطلع على هناك. تحت امر معاليك. ماشي سيادتك هتابعك. مع السلامه. هو عمل مكالمه للرقم ده. الرقم ده؟ هو القضيه دي اللي ابو اختي عامله زي الغربال كده، فيها مليون خرم قانوني. ما تخافش هخرجك منها زي الشعره من العجين. ها ثانية واحدة لازم اتفضل. الو يا ابني، انا مظبط لك كل حاجة خلاص. انا قلت لك مليون مرة ما تتصلش بيا هنا، انت ما بتفهمش. متشكر. شوشو يبقى تعالى زورنا في العيد هتنبسط. الو الو احنا كنا بنقول ايه بقى يا سيدي؟ لسه نازل حالا قبل ما تيجوا بدقيقه. امال العربيه اللي مركونه تحت دي مركونه ليه؟ تلاقيه ركنها وخدها مترجل، اصل صحته جديده قوي. فتشوا البيت حته حته، ما تسيبوش ولا خرم. جيبوه عليه وطيه، احنا ما بنخافش من حاجه ومش مخبيين يا اخويا اي حاجه. اصل اللي تعيش بشرفها ما يهمهاش اي حاجه. وعلى فكره يا باشا، الاثنين عملوا مكالمه من الموبايل ده. هاتي بالتليفون ده وروحي. هاتي قولي كده بنت. هاتي شوف يا كريم بيه الرقم ده يا بت. ايوه هو، والاثنين دفعوا كويس قوي. انت تاني يا ابن اللذينة؟ طب العند فيك مش راضي عليك. ما بيردش. على فكرة احنا فاتحين في العيد. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. بقولك يا بت، انا هاخد التليفون ده. انا موافقة بس بشرط ترجعه لي تاني علشان ده هدية. يلا يا كريم بيه، يلا من هنا يا كريم بيه. اوعى بت. يا شيرين اكشف فيها الرقم ده بسرعه. 012 22 17 33. محفوظ؟ هيا محفوظ. محفوظ زلطة الغالي صاحب عمرك. أي حركة كده ولا كده كلنا هنروح فيها. تعالى تعالى يا غالي. يا كريم، التليفون كارت مفيش اي بيانات تخصه، بس انا عرفت ارصد مكانه. هو دلوقتي حالا في المنيرة، ولما كشفت على العنوان بتاعه لقيته عنوان بيت نصر ابو الحسن اللي شاريه لمراته التانية.
شويه الدنابين دول فضت خيرك. انا خرجت بيهم من عند خليل، عارفه طبعا، صاحبك خليل سعد. ها ابو وليد تليك برضو اللي سفرت هو اخر، بس واد عنده ضمير بصراحه، يعني دينابيت من افخر الانواع، اي صوت يعلى اي حركه كده ولا كده كلنا هنروح فيها كده شيله بينا مع بعض، زي ما قال شمشون الكبار عليا وعلى اعدائي يا رب. انت عايز يا محفوظ؟ كويس قوي انك سالتني عايز ايه. هقول لك انا عايز ايه يا غالي. ابني يا نصر عبد الله. انا مالي بس ومال ابنك ابو عبد الله؟ بلاش نلف وتدور وتعمل عليا شويتين بتوع عبدول يا نصر، الوقت بيجري والواد ممكن يكون على الحدود دلوقتي، هتكون دي نهايتك ونهايه عيالك ومراتك. فهمني بس فهمني. ما فهمش غير حاجه واحده بس، ابني وابو خليفه فين يا نصر؟ ما هو انت لو تديني فرصه. فرصه ايه؟ اخر مكالمه ليك كانت مع ابو خليفه وسهلت له حاجات كتير قوي يا نصر. لو تهمك حياتك وحياه عيالك ومراتك اتكلم يا نصر اتكلم. هيقتلوني يا محفوظ. كده ميت وكده ميت، يبقى قبل ما ننفجر كلنا بقى الفاتحة على أرواحنا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. حاضر حاضر حاضر، أنا هتكلم بس فكني في الأول عشان أعمل مكالمة تليفونية. هفكك وهتعمل المكالمة بس هتفتح لي سبيكر عشان أسمع، زي ما بيقول يعني حرس ولا تخون يا غالي. عايزين ياخدوا مني اخر خيط ربطني بالدنيا. عبد الله ابني يا ما تاخذنيش يعني يا محفوظ، ما انت اللي جبته لنفسك يعني، انت عملته معاهم ده كان قليل. بعدين يعني انت فاكر انهم كانوا هيسيبوك تسرح وتمرح وانت راجع بالشيله الخطيره دي من عندهم؟ كان لازم احمي نفسي واحمي ابن عبد الله. يا روح ما بعدك روح. لا ايوه ايوه كويس، بس يعني انت هددتهم وقال ايه عن طريقي، وانا بيني وبينك وصلتهم الكلام زي ما انت قلت لي بالظبط. يا سلام، هم يعني كانوا سابوني في حالي؟ ده انا اول ما رجلي دبت على ارض البلد دي شفت ابو خليفه وعرفت ان اللعب ابتدى. واللي يلعبك لعبه. وانا اتعك في وسطيكوا لان اللعب ما بقاش قانوني، الضرب كله بقى تحت الحزام، واللعب كله كومه مصر، وابني عبد الله لوحده كوم تاني. اقسم بالله يا مصر لو جرى له حاجه او حد بس شعره من راسه ما هيكفيني دم حد، وهقلبها خراب ونار على كل العالم على كل العالم يا مصر. استهدى بالله استهدى بالله استهدى بالله محفوظ المال. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. خلاص احنا على وشك ان احنا نوصل اهو، الدنيا على وش الفجر وخلاص هانت. لسه نازلين من كام دقيقة. انتي متأكدة انه ده؟ بصي كويس ده. ايوه طبعا، زي ما انا متأكدة ان انا بكلم سيادتك دلوقتي. ساعات كان بيقول له يا محفوظ وساعات تانية كان بيقول له يا ابو عبد الله. هو اللي ربطكم بالحبل ده؟ وكان هيفجر البيت بينا كلنا، لكن نزل وخد القنبلة ونصر كمان جوزي معاه. طب ما سمعتيش حاجة؟ ما سمعتيش رايحين فين؟ أي معلومة؟ أي معلومة؟ أيوه سمعتهم ان هم رايحين حلوان، لكن فين في حلوان ما اعرفش. ثانية واحدة. يا كريم نزلوا قبل ما نوصل بدقايق. بقولك ايه، خليك تحت راقب الدنيا كويس. ماشي ماشي انا هبلغ مرتضى بيه، بس ركز انت. ماشي. حلوان حلوان باشا، قول لي انت لسه في دايره حلوان؟
إياه إياك أسمعك بعد كده تدافع عنه أو تقولي في حقه كلمة تنصفه. أظن الحقيقة كده بانت زي الشمس وطلع أمير الأمير أبو عبد الله المصري. بس على الله تلحقوه قبل ما يعمل مصيبة تانية. إيه؟ بتقول نزلوا معاه إيه؟ معاه قنبلة. سيادة اللواء، سيادة اللواء ألو. أيوه يا شاكر. أيوه سيادتك. ما تقلقش سيادتك، هنوصل له هنوصل له. أنا لسه مدي أوامري لشيرين إنها تتتبع تليفون نصر. أيوه سيادتك، على أنهي رقم يعني؟ على الرقم اللي إحنا جبناه منه قبل كده. معاك قنبلة يا شاكر، متأكد؟ قنبلة، معاك قنبلة. أنتِ متأكدة إنه هددكوا بالقتل كده صراحةً؟ أيوه، مش إحنا وبس، ونصر كمان. ويا عالم زمانه عامل فيه إيه دلوقتي؟ ده نزل معاه وهو مرفعه كمان بالطبنجة. طبنجة؟ أيوه، طبنجة نصر وجوزي. ماشي يا محفوظ، طبنجة؟ النقطة بتتحرك. واضح انه متجه لجنوب القاهرة دلوقتي حالا. دلوقتي هو بيخرج من المعادي ورايح ناحية حلوان. لسه بيتحرك. اوكي طيب. اوكي، اول ما النقطة تثبت في حتة هقول. ماشي. متأكد ان هو ده المكان يا نصر؟ والله حسب ما وصفوا لي هو. والعربية دي تبعك؟ عربية ايه؟ وانا شايف حاجة في الليلة الكحلة اللي احنا فيها دي. ايه ده؟ في ايه؟ يا محفوظ، يا محفوظ يا اخي، بلاش الهزار السخيف اللي انت فيه ده. المفاتيح يا محفوظ، هروح ازاي بس؟ يا محفوظ بلاش الجهاد طويل ده بقى. يلا انزل يا نصر. انزل يا نصر. انزل. هنزل اروح فين؟ معايا يا نصر. تروح فين يعني معايا؟ لا 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 لا، ابوس ايدك، انا جدتي مش خالصه. كفايه بقى الوعكه اللي انا موعوكه بينكم دي. يعني عايزني اسيبك لوحدك كده هنا واديك ظهري عشان تاني يا نصر؟ تاني؟ اقسم بالله العظيم يا محفوظ. غير ما تحلف يا نصر، غير ما تحلف. انا عايز منك خدمه غالي المره دي، واريد بقى ما تكسفنيش زي كل مره. خدمه ايدي بقى ان شاء الله. وهكذا نستطيع التحرك من الآن. من الأفضل أن تنتظر حتى أول النهار حتى تنال قسطا من الراحة. الوقت لن يسعفنا، من الممكن أن يعثر علينا الأمن في أي لحظة. لا تقلق، نحن هنا بعيدون عن أعينهم تماما. من؟ لست أدري، أنا لا أنتظر أحدا. تأكدت من أن أحد لا يتبعك؟ أقسم لك على هذا. يا حذيفة. من؟ افتح. استاذ نصر. ايوه زفت. هو فين ابو خليفه؟ انت الذي ارسلتني له بال. يا راجل بلاش كلام فاضي، هو ارسلك فين ابو خليفه؟ ما الذي جعلك تاتي بنفسك؟ انا لا افتحك يا ابو خليفه. اوعى تمدي ايدك يا صلاح. ابعد ابعد. عارف كويس قوي ان العيار بتاعي ما بيخيبش. اظن جاء الوقت المره دي ان انا اقول لك والله زبان يا ابو خليفه. تعقل يا ابو عبد الله، فانت تلعب لعبه خاسره. قلت لك اني هوصل لك يعني هوصل لك. انت اللي لعبت وخسرت. وبمناسبه ابو عبد الله بقى، فين عبد الله؟ هددتني بالقتل ايضا. لكي تصل إلى عبد الله يجب أن تعبر فوق جثتي. أنا ما بهوش يا أبو خليفة. فين عبد الله؟ عبد الله.
في حسابي معك قبل أن أنصرف. حسابي ولا إيه؟ أنت لقد أفسدت لي أول مهمة في حياتي. أنت النقطة السوداء الوحيدة في تاريخي. يا رب دائما. كان يمكن أن أتخلص منك قبل أن تفيق، لكن للضرورة أحكام. وإيه ضرورياتي بقى بالنسبة لك؟ لا تراوغ يا أبا عبد الله، لا تراوغ، فأنت تعلم جيدا ما أريد. عايز الشفرة؟ نعم، الشفرة ستكون عودتي بها للإخوة نصرا مبينا. نقطة بيضاء أمسح بها النقطة السوداء. انسى انسى. حتى لو تعرض عز مخلوق لديك لخطر جسيم. أبي لا تخاف، ما تعملهاش. مش لأنك جبان لا سمح الله، لا، أنا عارف إن قلبك ميت، لكن مش هتقدر تقتل حفيدي الأمير أبو حفص السوري، مش هينساها لك. الضرورات تبيح المحظورات. انسى بقى. استنى يا ابني، اتكلوا على الله. بصراحة أنا سعادتك، يعني أنا مليون لك دين كبير قوي، حياتي والأهم حياة ابن عبد الله. شكر باشا، أنا عند مرتضى بيه في المكتب. اتفضل يا كريم بيه، اتفضل. المهم اللي انت لازم تعرفه ان نصر ابو الحسن هو صاحب الفضل ان احنا نعرف نوصل لك عن طريق المباشر. طبعا ايوه بيه، عن طريق الموبايل كنت مستنيكم. عاش الله، ده انتوا لقيتوها وكمان يا باشا. اه لقيناه بيجري هو الاخ اللي معاه على اول الطريق بيحاول يشوف له اي مواصله يركبها. جبته لهنا والاخ اللي معاه رميه في البوكس. ابو الاصاله، ابو الجدعنه. الحمد لله على السلامه يا سي محفوظ. الله يسلمك يا غالي. الحمد لله على سلامه البيت الصغير. ان شاء الله اللي يكرهه. قول ان شاء الله يا نصر، قول ان شاء الله. انا عايز افهم حاجه بقى، ايه اللي انت عملته ده؟ عملت ايه؟ انا كنت بنقذ ابني وبوفي بوعدي ليك واسلمكم ابو خليفه. فتهرب من مبنى الاداره بتاعنا كله مش كده؟ واهرب من جهنم اشاكر بيه. بعدين انا ما هربتش، انا خرجت مشيت كده لحد قال لي انت رايح فين وانا جاي منين. صدقني بعدين سعادتك عندك كاميرات المراقبه مزروعه في كل زخنوق، سعادتك ممكن تراجعوها وسعادتك هتصدقني. شفتها ومصدقك، بس انا عايز افهم انت ايه اللي كان في دماغك ساعتها. سعادتك عندك اولاد اشاكر بيها. لسه
لما يبقى عندك هتفهم. بس سيادة اللواء مرتضى عنده 4 أولاد ولا بيصدق ولا بيفهم. هتقولي دلع على سلامتك يا ابو عبد الله. الله يسلم ساعتك يا باشا. باشا مسلم عليك يا عبد الله. معقول يا عبد الله خراب يا الله يا فرج. امسك نفسك يا عبد الله. عبد الله امسك الواد الصغير ده خراب. فرج سلام القول رب الرحيم. سلام القول رب الرحيم. سلام القول رب الرحيم. معلش اصل الواد زعلان من سعادتك يعني من ساعة ما الاستقبال الحافل لما وصلنا يعني كان استقبال يعني الواد مش ناسيه خالص يعني. لسه شفتوا حاجة؟ يا باشا ربنا يديكوا الصحة كده ويخليكوا لينا يا رب. الحمد لله على سلامتك انت كمان يا متر. الله يسلمك يا سعادة الباشا. نقول ايه بقى؟ نقول ايه؟ ايه؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. اللهم قوي بارك نصر. والله الواحد مش عارف يبتدي معاكم منين. انت بالذات يا محفوظ. مش عارف ابتدي معاك منين. كان يا باشا على اني مشيت من غير ما استاذن فدي تعتبر فعلا اساءة ادب. بس على كل حال دي غلطتنا واحنا متحملينها. انما ايه اللي انت عملته في خليل سعدي ده؟ ها؟ ايه اللي تتلى ده؟ خليل سعد مين يا باشا؟ أبو وليد. أبو وليد؟ على ربنا خليل وليد بس أنا ما أعرفش حد بالاسم ده. يا راجل ده الراجل بين الحياة والموت بعد ما شحنته كهربا لحد ما فيص. فيص؟ أنا بصراحة يعني صدقني سعادتك أنا مش فاهم أنت بتتكلم على إيه. بلاش خليل سعد. إيه اللي عملته في مرات المتر وابنه؟ ها؟ رات نصر ولاده. اه نصر. أنا عملت حاجة مع مراتك ولادك يا نصر؟ ها؟ لا لا طبعا لا ما عملش حاجة. هو عمل إيه مع مراتي ولادي ساعة الباشا؟ يا سلام ما ربطهمش وربط ابنك ومراتك وهددكم بتفجير البيت. إيه ده؟ ربطتهم وهددتكم بتفجير البيت يا نصر؟ أنا؟ لا 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 طبعا يا محفوظ. بس افتكرت خلاص. افتكرت ايه؟ افتكرت يا محفوظ افتكرت. شوف يا سعاده الباشا اصل انا مراتي بتحب تتفرج على افلام امريكاني كتير قوي قبل ما تنام وكمان بتلعب فيديو جيمز عنيفه جدا مع الواد الصغير. يا سلام فيديو جيمز يعني ما رحلكش البيت عشان توصله لابو خليفه؟ ايه ده؟ ازاي يا باشا؟ سعادتك الافوكاتو نصر هيعرف واحد ارهابي زي ابو خليفه؟ ولا تعرفه منين؟ يا باشا مش كده يعني. انت عرفت طريقه ازاي؟ انا؟ ايوه مين اللي وصلك ليه؟ انا باشا سالت واللي يسال ما يتوهش. مشيت بنور الله لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى الهمني ووصلت له. يعني زي ما بيقولوا كده في المثل يقول ايه في المثل اللي هي لو اتت ايه لو اتت لا اللي هي الحظ لما يواتي يخلي لقمه ساعتي. يعني نصر ما وصلكش؟ ها نصر انت وصلتنا نصر نهائي. يا سعاده الباشا يا سعاده الباشا انا ليه بس اعرف الاشكال دي؟ حضرتك انا زي ما انت عارف رجل قانون واحب امشي عدل. طب امال كنت بتعمل ايه هناك؟ انا ابدا كان عندي كده مشوار عند واحد معرفة في حلوان. امال الراجل اللي معاك حذيفة بيقول غير كده خالص؟ والله ساعة الباشا هيقول لي يقوله البينة على من ادعى واليمينة على من انكر. طب والإصابة الطلقة الرصاصة اللي دخلت في دراعك وطلعناها لك دي؟ الرصاصة
لا دي حكايه بسيطه قوي يا سعد الباشا. حضرتك انا اصلي كنت بنظف المسدس بتاعي اللي اترخص طبعا، طلعت مني طلقه دخلت في دراعي، ادي كل الحكايه. تحب حضرتك يعني احكي لك على الوقائع بالظبط؟ اول ما عارف احسن اصلا لو حكيت تحكي له على كل اللي حصل. لا 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 انت هتعرف تحكي احسن. انا احكي وانا انا اللي ضربت رصاصه يا ناصر. يا اخي انت بتعرف تحكي عموما. انت ماسك المسدس ضرب الطلقه غلط. احكي خلاص خلاص انتوا طبختوها سوا وانتهى عشان تطلعوا بالحكايه. باشا باشا انا خايف على احبالك الصوتيه. مصرف حاجه لاحبالك يا باشا، مصرف حاجه لاحبالك. بعدين يعني لو سيادتك شايف انك ممكن تمسك حاجة امسكها. صرح مصدر مسؤول من وحدة مكافحة الإرهاب أنه تم القبض على المتهم في حادث تفجير المركز التجاري ليلة أمس الأول، وأنه جاري التحقيق معه الآن، فيما تشير الدلائل الأولية إلى انتمائه لتنظيم إرهابي دولي معروف. هو ابو خليفه يا مولانا. متاكد؟ متاكد يا ولا؟ ايوه انا ما تهش عنه ابدا من ايام عمليه الاقصر. ايه ويا بسهوله كده؟ الله اعلم يا مولانا الله اعلم. ولا ايوه يا مولانا. حضر ورقة وقلم. دي ما سالها ما يتسكتش عليها ابدا. هو ايه اللي بيحصل هناك ده؟ انتوا عاوزين ودونا في داهيه؟ ولا مرسال ده يتبعت دلوقتي حالا؟ طب لحقوا يطبخوها مع بعض امتى وفين وازاي؟ ده شغل محترفين يا شاكر. دول مش اتنين سهلين هيسيبوا نفسهم للظروف. ادي كل واحد فيهم اسقط التهم عن التاني، شايلني وشايلك يعني. لا وايه؟ المتهم الوحيد اللي كان ممكن يعتد بشهادته راح فيها. اظن يا شاكر انت خدت بطارك وهديت دلوقتي. اللي حصل احسن من 100 دوره تاهيل نفسي، مش كده ولا ايه؟ سيادتك انا كنت بحاول انقذ طفل بريء هو وابوه انهم يتقتلوا على ايدين المتهم اللي كان معانا. بعدين سيادتك القانون بيسمح لي ان في حاله زي دي استخدم السلاح اللي معايا. انت اتكلمنا عن القوانين واللوائح يا شاكر؟ تكون شغال معاهم انت كمان ولا ايه؟ يا اخي لا. يا سياده اللواء خدت اللواء بقى يا سياده اللواء ولا سياده الغفير حتى؟ الله يا جت عليك. طب يا فندم هنتصرف ازاي احنا بقى؟ طلع البيان الصحفي بتاع ابو خليفه. اذا كان على محفوظ ونصر الاوامر جت ان هم يخرجوا. ايه؟ يخرجوا. خرج نصر على طول دلوقتي، اما محفوظ خليه معانا شويه كده لحد ما نتفاوض معاه. نتفاوض معاه في ايه سيادتك؟ نتفاوض معاه انه يعمل عكس اللي اتفقنا عليه 180 درجه. من ساعة ما جه عندنا هنا أول مرة لحد دلوقتي. بسم الله. وأما بعد فإنكم يا إخوة تضعوننا جميعا بين شقي الرحى، إذ تضعون الخطة وترسلون من هو بغير جدير بتنفيذها. إن رجلا مكلف من طرفكم الذي نسكتم حول قدرته الأساطير يقع الآن فريسة بلا حول ولا قوة بين أيدي رجال الأمن ها هنا. فهل عجزتم عن مواجهة مارق منشق كالأمير أبو عبد الله؟ هل يلهو بكم حتى يهدم البنيان الذي شيدتموه سنوات طوال؟ فإن كان كذلك ذلك فلن نقف حتى يسقط على رؤوسنا معكم وليمضي كل منا في طريقه. الشيخ مرسي. أبا خليفة مات. حذيفة.
باب الخلق تاني ليه؟ باب الخلق تاني ليه؟ خلاص مش عاجبكم الاوردر بلاش ما تطلعوش، هجيب بنت اختي تعمل الاوردر ده. هي بنت اختي سعادتك دي مش ناوي تتجوز بقى؟ مكتوب كتابها. ما هي بصراحه يعني الفراق قتلها نطلنا في كل مصلحه، مع كامل احترامي لبنت اختي سعادتك خليها هي للحاجات التقيله، لكن الحاجات الرفيعه دي سيبها لنا احنا. طب انا عايز ارد عليكم رد منطقي وتفهموني، ما تساليني السؤال ده تاني هقول لك اجابته اهو. ليه باب الخلق تاني؟ جالنا اخبار شبه مؤكده من مباحث امن الدوله انه هناك وانه قربوا يفرجوا عنه، لكن امتى الله اعلم. يعني حضرتك عايزنا نصور محفوظ وهو خارج من امن الدوله؟ خارج ايه؟ انت عايز تودينا في داهيه؟ نتصوره وهو داخل حاره عندهم هناك داخل باب الخلق بقى، وحواليه الزيطه والزمبليطه بقى والضربوكه والمسمار بيبرق كل ده. عايزه يتصور مره واحده عشان يبقى لكم سبق في الاذاعه. وبعدين اتفضل حضرتك لازم تفهم كويس قوي انك لو عرفت تجيب لي بقين منه ومن ابنه يبقى كده انت عداك العيب وعشرة على عشرة. الله ينور عليك يا دكتور. كل بقى الكلام اللي سعادتك قلته بالنسبة للجنينة ده تمام قوي. بالنسبة لنا بقى البدلات السبيج الفلوس يعني اخبارها ايه؟ اسمها الماني اللارجاء فلوس اخبارها ايه؟ انتوا حسابكم تقل قوي بصراحة يا دكتور. السبيج؟ اه ايه السبيج دي؟ سو باد سو باد كلمة وحشة. ايه سبيك دي؟ ما تقالش الكلام ده في كلام محترم زي كده. دي الانتهازي نفعي يا استاذ هاني. انا ما بقتش فاهمة حاجة، حضرتك لسه منعنا اننا نغطي الحكاية دي، ايه اللي جد؟ اللي حضر العفريت صرفه. يما يلا اتفضلوا شوفوا شغلكم اتفضلوا. انتهازي نفعي تسلطي اناني. وانا اول ما خرجت جيت على حضرتك جري على طول، حتى ما رحتش اطمن على العيال في البيت. بس اللي انا مستغرب له يعني هما ليه سابوني اخرج ومخليين الغالي عندهم لسه لغايه دلوقتي هناك؟ عارفه بس هيخرج. انا كلمت شوقي عشان يرفع الحظر عن موضوع خطف ابنه في المحطه، وكده لما يروح باب الخلق يكون استوى اعلاميا وظهوره هيبقى دسم عشان يجيب هم. ايوه بس يعني هو يحن ويوافق انه يطلع في التلفزيون، حكم هو راسه الف سيف انه ما يطلعش. هيوافق وهيطلع. يا سلام، ومالك ماليه ايدك قوي منه كده ليه؟ تخو بست يا عبد الله زين؟ شكر خدام بازار حبيب قلبي. انت لسه صغير عبد الله، تعرف خير تعرف حق تعرف الله بقلبك. شوف عبد الله تعمل زين تصير زين عبد الله. يا دي النيلة خراب. تشنو بازار خراب؟ انا والشفا عبد الله اكل زين. زين الحمد لله شكر بيه. اعتقد ان ابو خليفه دلوقتي ما بقاش يشكل اي خطر ولا لعبد الله ولا ليك. على العموم انا سعادتك انا وفيت بوعدي. ابو خليفه كان جاي ليا محفوظ. ما اعرفش يا باشا ما تسالنيش. لو حد بعته ده معناه انك مهم بالنسبه له، تعرف حاجه مخبي حاجة عندك معلومات هو مش عايز حد يعرفها، ايه رأيك؟ انت عايز مني يا شكر بيه؟ انا عارف انك مش عايز تقول اي حاجة، وعارف كمان انك مصمم ان احنا ما ناخدش منك اي حاجة ماشي، وعارف كمان انك مش هتفيدنا بأي معلومة عندك برضو ماشي، بس ما تنساش ان في الاخر هدفنا واحد. احنا ده يعني اللي هم مين؟ وهدفنا ده اللي هو ايه؟ احنا الامن، الدولة، الحكومة يا محفوظ. الحكومة يا محفوظ؟ الحكومة عملت لي ايه يعني؟ بعد ما ضيعت من عمري 20 سنة وبعتني بلاش، عايزة مني ايه الحكومة؟
صراحة احنا عايزين نستغلك، او بمعنى ادق يعني نستغل حب الناس المفاجئ ليك ده في ان احنا نقدم لهم مجموعة رسائل تقريبا نفس الرسائل اللي انت كنت بتقولها بس من غير ما نطلب منك. عايزين اشتغل بوسطجي يعني. عليك نور. واخدم البلد بقى زي رأفة الهجان ومصر اللي بتدفع واشياء من هذا القبيل. سبحان الله سبحان الله ولا اله الا الله. انا اول ما جيت وكنت بتحققه معايا قلت لي امشي جنب الحيط يا محفوظ، ويا ريت لو جوه الحيط يا ابو عبد الله. دلوقتي عايزين نطلع في التلفزيون.